وقد جاء حديث أم سلمة عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح أنها قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القميص. لكن ما معنى هذا القميص؟ القميص هو المذكور في الحديث أنه القميص الذي ينزل عن الركبتين ولا يتجاوز الكعبين، سواء الذي يستعمل الآن للنوم أو يستعملونه للبيت، أو حتى الثياب المعتادة التي نلبسها تعتبر قميصا، لأن القميص هو الثوب الذي يغطي من العنق إلى ما بين الكعبين. أما ما اصطلح حديثا من أنه يغطي أعلى البدن فقط ولا يتجاوز الركبتين ويلبس معه البنطال أو البنطلون، فهذا اصطلاح جديد ولا يسمى قميصا. فإذا ثيابنا التي نلبسها قميص الذي نلبسه في البيت أو عند النوم، هذا كله يسمى قميصا. وكان يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإزار والرداء، لأن الإزار والرداء قد تنكشف منه العورة، لكن القميص لا، ثوب واحد وخفيف المحمل ولا ترى منه العورة،